اهلا بحضراتكم من جديد. كل هذه الحفاوه بالاهلي وكل هذا التقدير للي تم ابدا مش هينيم الفرقه. اللي فاكر انه ممكن يمارس نوع من التنويم المغناطيسي واشعار الاهلي ولاعيبته وجماهيره انه كايزر ضعيف وكايزر فرقه ما اعرفش ايه، لا، كايزر تشيفز طرف النهائي مع الاهلي خلى الوداد المغربي بكل قوته عنده حاجه و40 محاوله على المرمى الجنوب افريقي في المباراتين 180 دقيقه ما قدرش يسجل مره واحده، وسجل كايزر بره الارض. عشان كده ده فريق محترم، ده فريق يتعمل له الف حساب، ده فريق حذر منه الخبير الكبير والمرجعيه الفنيه الكبيره الدكتور طه اسماعيل. نشوف فريق كايزر شيف. انا شفت اتفرجت عليه فريق عنيد في الدفاع، في الدفاع مدافع بطريقه صعبه جدا، بيتكتلوا بعدد كبير جدا، وعندهم برضو 3-4 لعيبه عندهم امكانيه يعملوا كونتر اتاك بشكل كويس. طيب يمسكوا الكوره. فاذا النهارده انت لما تيجي تلعب مباراه زي دي هتبقى اصعب عليك مما بتلعب فريق بيجابهك ويلعب جيم مفتوح. جيم مفتوح قصادك، صحيح. زي ما لعبت الترجي الدور الاول والدور الثاني جيم مفتوح، فبتلاقي مساحات وهيضيق عليك الدنيا. ده هيضيق عليك وخاصه لو جاب جول. مش هتشوف الملعب، والله مش هتشوف جول مرمى. عشان كده مثل هذه الفرق ما تديهاش فرصه ادفانتج عليك ان هو يجيب في الجول. لان لو جاب في جول هيصعب عليك، هو هيصعب عليك من غير جول. ايوه بس من غير جول لازم عنده، هو بيقول لك انا العب بقى ضربات جزاء، فهو ممكن يلعب على هذا الاساس. يقول لك انا مش هجيب جوال بس انا مش هيجي فيها جول، والعب ادافع دفاع مستميت، وممكن لو جات لي حاجه كنت اتاك اجيبها وخلاص. عشان كده ده محتاج اهتمام كبير جدا وانت بتلعبه، ولازم تلعب تبقى عندك التاكتكس اللي هلعبه بيها ازاي. فلازم ابقى مفكر في كده، وافكر ان ده نهائي زي زيه زي زيه بالظبط. صح. ومش مش عشان هو تأهل اول مره يعني معناه ان هو ما كسبش. طب ما احنا برضه كنا الاهلي ما كسب اول مره كسبها ازاي برضه ما كان اول مره. كان اول مره. طيب واضح جدا راي الدكتور طه اسماعيل على اهميه هذا الفريق. وخدوا بالكوا هو الوحيد اللي موجود في اطراف الفاينل في دوري الابطال وفي الكونفدراليه، يعني الكونفدراليه ايضا في الشمال الافريقي او عرب افريقي، الرجاء وشبيبه القبائل. فنهائي عربي او احتكار في شمال افريقيا للنهائي. كمان في الفاينل دوري الابطال الاهلي اللي خرج الترجي والوداد اللي خرج من كايزر تشيفز، الاربع فرق منهم ثلاثه عرب، فصعد الاهلي وصعد كايزر تشيفز. رئيس الاتحاد الافريقي متسبي الجنوب افريقي. كايزر تشيفز ممثل لكره بلاده، كره بتسترد ارضيتها في القاره بقوه، كره عندها سان داونز فريق كبير محترم. بس حتى بيتسو موسيماني وهو بيحذر من كايزر تشيفز قال لك فريق مره اتغلب من فريق درجه ثالثه في الكاس بس جه كسب سان داونز في الدوري. ففريق فعلا زي ما الدكتور طه قال يتعمل له الف حساب وحساب، اكيد وقتها هنتكلم عنه بما يستحق. لكن كان الكلام عن جداره الاهلي وكفاءه لعيبه الاهلي محل تقدير امير الموهوبين وليد صلاح الدين. يعني الحمد لله كالعاده النادي الاهلي دايما اللعيبه حاضره، لعيبه رجاله عارفين قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه. حقيقي كده احنا هنقابل كايزر تشيفز في المغرب. طبعا احسن ما كنا قابلنا الوداد في المغرب الحقيقه، يعني كايزر تشيفز في المغرب يوم 17. فرصنا ايه؟ وموسيماني كان مدرب سان داونز جنوب افريقي، كايزر تشيفز ده جنوب افريقي، شايف القصه دي ازاي؟ بصي خليني اقول لك ان احنا ان شاء الله يعني دايما حظنا كويس وكعبنا عالي على فرق جنوب افريقيا. انا شخصيا كان ليا الشرف في 2001 ان احنا ناخد بطوله. صح. دوري ابطال افريقيا من سان داون، ولعبنا كايزر تشيفز في السوبر الافريقي اللي كانت اول مره تدخل دولاب النادي الاهلي. ف مستر موسيماني حافظ فرق جنوب افريقيا، فرقه محترمه بتلعب كره حلوه، لكن الحمد لله يعني دايما التوفيق ان احنا ما نلعبش الوداد في المغرب
دي نقطة مهمة جدا. دي نقطة مهمة جدا. طبعا اتمنى من عند حضرتك كمان رسالة لكل يعني اخواتنا واشقائنا وحبايبنا في المغرب، يعني اتمنى طبعا ان شاء الله يساندونا باذن الله، واحنا ده توقعنا من الشعب المغربي. طيب شفنا الكابتن وليد صلاح الدين واشادته باللعيبه وبكفاءتهم وبحماسهم وبروحهم، وشفنا كمان الزميله الكبيره لميس الحديدي قد ايه فرحانه بفوز الاهلي، ولازم نشوف لها راي الاستاذ عمرو اديب. ما هو طبعا دي حاله لازم نشوفها. لكن خليني اقول لكم على حاجه بمناسبه موسيماني، ده كان غلاف مجله الاهلي العدد الخاص اللي صدر بعد المباراه اضرب يا اهلي، لان اذا كانت موتيفه مباراه الترجي زمان اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك لينا حاجه عند الترجي لازم نجيبها، كانت اضرب يا بدري اللي خلت ناس تشبط فيها وتتباهى بيها وهي ملهاش علاقه بيها، بس اضرب يا اهلي دي كانت صرخه بيتسو موسيماني بعد الهدف، واستحق ان هو يكون غلاف هذا العدد المهم جدا من مجله الاهلي عقب المباراه. شفنا لميس الحديدي فرحتها بتاهل الاهلي، فلازم نشوف الزميل عمرو اديب بالروح الرياضيه بتاعته وهو على الهوا وبيستقبل فوز الاهلي مشاعره كانت عامله ايه. سيد عبد الحفيظ قالها حكمه، انا بتفائل بعمرو اديب، محمد شريف جاب جول، شريف المخيف، شريف الحريف، شريف اللي بياكل بلوبيف، كل حاجه كده. اظن التهنئه رسمي كده، اظن الاهلي في النهائي كده، اظن الاهلي يجيب العاصمه كده، اظن حاجه جميله كده، اظن ليه الحلاوه كده، اظن وش حلو عليكم. وانا قلت لكم قبل ما يحصل الحاجات بقى الحلوه بقى، يعني المسائل هتبقى لطيفه والاهلي ينصب السيرك وكله يبقى جميل. انا قلت لحضراتكم ان المباراه قد انتهت، دي مساله يعني في الهنتريش ابو اجنحه المحلق يعني مش المنخفض حتى. مبروك للنادي الاهلي مره تانية، لو جابوا جون تاني ما تقوليش خلاص، مش كل شويه بقى خلاص يعني انا اصلي يعني فرحان او خلاص، بس مش يعني ما تصدق ما يعني مش قوي يعني كده شويه يعني. طيب اعتقد شريف المخيف الحريف اللي بياكل بلويف خلى الاستاذ عمرو اديب في اخر درجات الكيف، الكل بصم بالعشره، وحبينا نجيب اراء المنتمين للمعسكرات المختلفه، وطفنا جوله عربيه شفنا حجم الحفاوه بالاهلي وحجم الاحتفاء بما انجزه الاهلي. لكن على راي الدكتور طه اسماعيل اقفل الصفحه.